طبعا اليوم هي مباراة الانفراد بالصدارة بالنسبة للأنصاريين. هناك هناك فريقين بيمتلكوا النقاط الـ14. عم تكون بمحمدون طبعا هالبلدة الجميلة، هذه كرة أمامية وممكن أول أهداف المباراة. جول جول جول، أول أهداف هاللقاء، كرة كانت خادعة على داخل منطقة الجزاء. الوقت هيدي انطلاقة علي الأتاتي، بيلعب كرة طويلة لعند نصار. نصار بيعرفه كتير منيح أنه هو سريع، ممكن الخطورة الكبيرة للأنصارية. الإخاء بهاللحظات، وهذه تسديدة، إنه تسديد ايضا من المتقدم دائما احمد حجازي. شوفوا احمد حجازي وين اصبح موجود، على الطرف الايمن ممكن يسدد مباشره. بيسدد احمد حجازي، بتتخلص الكره. جول 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 جول. كنت بعدني عم بحذر على انه احمد حجازي بدهم ينتبهوا الانصاريين. مرمى الاخاء الاهلي علي، طبعا الاخاء عم يلعب على الهجمات المرتده، وهيدا حقه وهيدا امر منطقي. عم بيواجه فريق قوي جدا. هيدي الكره العرضيه وهيدي التسديده رائعه بخطأ. شوفوا هالتمريره الاماميه، شوفوا احمد حجازي سريع جدا. احمد حجازي بعيد كرته لعند محمد ابو عتيق، ممكن الهدف الثالث لمصلحه الايقاع. احمد حجازي كره عرضيه لداخل المنطقه، والخطوره لازالت قائمه. عم بيكون متمركز بالشكل الصحيح لهالسبب انه اغلب الكرات ما عم تمر، وهيدي كره عرضيه اماميه، وهيدا خروج خاطئ عم بيكون من على الحارس، عم بيطالبوا بضربه جزاء الانصار، لما الحكم عم يامر متابعه المباراه. نصر نصر كرته العرضيه، ممكن جول ممكن جول ممكن جول. لا 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 لا. ممكن الربيع ممكن يسدد بشكل مباشر، بيسدد بشكل مباشر. اللاعب النشيط بالوقت علاء البابا بعد ما ظهر ممكن يظهر، بيلعب تمرير لعند محمود كوجك، بيلتف حول نفسه. يا سلام محمود كوجك داخل منطقه الجزاء، ضربه جزاء. يا سلام محمود كوجك داخل بعطايه، بيتقدم خطوه اثنين ثلاثه، بيسدد جول. هيدا هو ربيع الانصار.